يسعد صباحكم مشاهدينا واطيب تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. خلص الشهر الفضيل، احتفلنا بعيد الفطر السعيد ورجعنا هالاسبوع لاشغالنا ولمسؤولياتنا اليوميه، ولكن بتامل انه نقدر ما ننسى المبادئ والقيم اللي عشناها خلال هالشهر الفضيل ونحملها معنا بكل يوم من حياتنا من خلال تعاطينا مع الاخرين. وهون ضروري نتذكر الجمعيات الخيريه والانسانيه اللي بتشتغل على مدار السنه لخدمه الخير والمجتمع بلبنان. قد ايه بيكبر قلبنا لما بنشوف انه بالرغم من كل التحديات والصعوبات اللي عم نواجهها ببلدنا موجوده روح الانسانيه والعطاء بالرغم من كل هالمشاكل، وبيشتغلوا على مدار السنه حتى يساعدوا كل المحتاجين. هون عم نحكي عن اليتيم، عن الفقير، عن المسن، عن الجوعان، عن المريض، كل المحتاجين بمجتمعنا بيفكروا فيهم على مدار السنه، فمش كثير عليهم ابدا انه نتذكرهم ونفكر فيهم ونقدر العمل اللي بيقوموا فيه بشكل مستمر. العطاء مشاهدينا شيء كثير مهم بحياتنا لانه الفرحه الاكبر لنا لما بنعطي مش للشخص المتلقي. مع هالفكره حبيت ابدا حلقتنا لليوم من ام تي في لايف، حلقه غنيه بضيوفها بفقراتها، فقرات ثابته بتنطروها اللي بيقدموها كل الوجوه اللي بتحبوها، ومواضيع جديده بتخليكم مطلعين على كل شيء جديد عم بيصير بالمجتمع اللبناني. اسمحوا لي رحب بزملائي اللي راح يرافقوني اليوم بالحلقه، تينا وفادي. جود مورنينغ. جود مورنينغ. كيفكم اليوم؟ تمام، ماشي الحال. اشتقت لكم. انت كيف؟ نحن كمان. انا منيحه، تعبانه شوي، ركض هالاسبوع، بتعرف اعياد ونشاطات على انواعها، بس الحمد لله دائما بننبسط لما بنجي على الاستوديو لانه بنعرف في ابتساماتنا ناطرتنا وفي جمهور وفي دائما على الموعد، فهالشيء لوحده بخلينا نكون متحمسين اكثر. تينا صباحو، هاي، شو بتخبرينا عن فقراتك؟ اليوم رح تكون معي رندا فهد بايت سمارت، معنا مارك بنيتشر، وشيف جاد رح يحضر لنا شيء طيب بواتس كوكينج على 11. فادي تكنولوجي. تكنولوجي، شو ازعج شيء الصبح بالالارم عاده؟ الفايقه هي الرقم أول. الرقم، ليك الرقم اللي بدق عليه الالارم. اوكي، اذا منه دبل جيجيت يعني من العشره وطلوع كثير بزعج. طيب سؤال، شو احلى ريحه بتحبي توقع عليها؟ الترويقه. الورود. اوكي، او ريحه اولادي ما بعرف. هلا لانه انا عندي كذا شغله. المنوش في الارم جديد. لا مش اكل، ما بحب الاكل الصبح. في يكون غير شيء كمان، في ناس كثير مثلا بتحطوها على ريحه القهوه. اي كمان حلوه ريحه. رح نشوف هلا الالارم الجديد كيف صار السيستم تبعه. حلو، ركبت قهوه بتطلع ريحتها. انا حاسه معلويه كايند اوف. ليك لو شو ما حطيت، اذا ما اذا كان كثير بكير. على كل التفاصيل اكثر بتكنولوجي، تينا انا وياكي رح نعمل جوله على هيك ابرز الاحداث اللي عم بتصير حاليا، اخترنا كم خبر من لبنان والعالم حتى نخبر المشاهدين، واكيد فقرات تعودتوا عليها كل نهار ثلاثه مشاهدينا رح تكون بانتظاركم. اتيكات، واليوم نادين عندها موضوع جديد اكيد، ست ليلى عبيد رح تعرفنا كيف ممكن نحافظ على روح الشباب. بتوب ستوريز، موضوع له علاقه بالافتتاحيه اللي عملتها حول العطاء والإنسانية، طلاب جامعات ابتكروا مشروع حتى يدعموا مركز سرطان الأطفال بلبنان، تفاصيل أكثر خلال حلقتنا. أما هلأ بدي أقول أكيد مبروك لمجمع عين وزين بجبال الشوف اللي أطلق امبارح مشروع الأنكولوجي ميديكال سنتر اللي راح يبنوه أو عم بيبنوه حاليا حتى يقدموا العلاج الطبي المتكامل لكل مرضى السرطان بلبنان. تحية لكم لكل جهودكم المستمرة. راح ناخذ وقفة قصيرة مشاهدينا وبنرجع لحلقتنا، خليكم معنا. صباح الخير مرة جديدة وتحياتنا لكم مشاهدينا إذا انضميتوا لنا هلأ. أولى أخبار أب تو ديت من بلدة برمانة السياحية الجميلة، وشي ظهر هناك أثار جدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. هلأ نحن بموسم الصيف ومش غلط أنه نلبس شورت، حتى في وظائف بتسمع أنه الموظفين يلبسوا شورتات، ولكن شرطيات بلدية برمانة أثارت هوت بانس، هو الاسم أثار الغضب. هوت بانس بسموه هوت شورتس، خلينا نقول كثير مهضومين. على كل، اثارت صور شرطيات بلديه برمانه
بالشورت القصير ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كتار أيدوا هالفكرة واعتبروها جديدة وبتكسر الصورة النمطية وخصوصا بالمنطقة السياحية بامتياز، بالوقت اللي البعض الآخر اعتبروها مسيئة لصورة المرأة وبتشجع على تسليعها. وبعد الجدل اللي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، لفت رئيس بلدية برمانة السيد بيير الأشقر إلى أنه بلبنان، نحن بلبنان بلد سياحي وعلى البحر المتوسط، يعني 50 أو 60% من المواطنين بيلبسوا الشورت، وبالتالي مش غريب ابدا اذا لبست شرطيه الشورت، هل اصبح الشورت عيب اليوم؟ وشدد بحديث صحفي على انه بلديه برمانة اتخذت قرار بهالموضوع لاحداث صدمه او الصدمه، ولفت الانظار الى بلده سياحيه وايصال رساله صوره جميله عن لبنان المنفتح والجاذب للسواح والسهر وحب الحياة ومش بلد الموت أو ثقافة الموت. وأكد الأشقر أنه التعليقات الإيجابية كانت أكثر بكثير من التعليقات السلبية حول هالموضوع، ورفض الاتهامات اللي طالت البلدية بتسليع المرأة وتوظيف قاصرات، ونفى أي وجود من الكباريات أو محل مار أو مشروع مخالف بهالبلدة. هلأ معارضي هالخطوة تينا عم يربطوا مفهوم الوظيفة المعايير الجمالية، يعني لو كانت الصبية سمينة مثلا هل كان يقبلوا لو تقدمت على هالوظيفة إذا ما كان جسمها رشيق وحلو؟ وكمان هل مهمة الشرطي حفظ الأمن وتطبيق القانون أو عرض المفاتن وجمالها؟ فما بعرف الطرفين عندهم. أنا بفتكر المشكلة مش لبس الشورت، لأنه مثل ما قلتي في كتير حتى بوليس وومن بيلبسوا شورت، بس في فرق بين الشورت القصير وبرمودا واسع على الإجرين، يعني ما يكون في ربط مغري بين مغري الستايل وجسد السيدة، يعني مبينين صغار شوي الصبايا كأنه. ايه عشان هيك كان في اتهامات انه هن قصيرات، ولكن في سؤال علامة استفهام انه شو اعمارهم، كلهم راشدين وكلهم مدربين ومؤهلين تيقوموا بهالوظيفة. حلو، رح ننتقل لخبرية معلقة بالبابا فرانسيس. وصف عمليات الإجهاض يلي عم بتتم بعد ما بتبين فحوصات ما قبل الولادة احتمال إنجاب أطفال بيعانوا من عيوب خلقية بأنها بتماثل محاولات النازي لنقاء العنصر من خلال القضاء على الأضعف. وأجرى البابا هالمقارنة بكلمة مطولة أمام أعضاء من منتدى جمعيات العائلات بإيطاليا، وقال لازم نقبل الأطفال مثل ما بيجوا مثل ما بيبعثوا الله، حتى إذا كانوا مرضى ببعض الأوقات. وتحدث البابا فرانسيس عن اختبارات ما قبل الولادة اللي عم بتصير لتحديد إذا كان الجنين بيعاني من أي مرض أو تشوهات، وسأل هل أفضل التخلص من روح بريئة من أجل الحصول على حياة أكثر هدوءاً؟ معه حق. في نقطة مهمة بس كمان إنه يعني هيدي السلكشن اللي عم بتصير هلا، مش بس بالعملية الإجهاض، يعني حتى كمان بعملية الشخص انه يعطي رايه بهالموضوع، معالجة الامراض وكيف عم نمدد الحياة. دائما في امل تينا، بس انا لازم فكرة. يكون هيدا رايي شخصي، بترجع للشخص، لانه هيدي بتتغير حياة الشخص كليا. ايه مزبوط، اكيد رايي شخصي، بترجع للشخص. هلا الدين اكيد له موقف، بس انه السيدة الأمريكية الأولى بتنتقد فصل مهاجرين عن أبنائهم، وهيدي كمان القضية اللي أثارت غضب الأمريكيين وين ما كانوا موجودين. قالت السيدة الأولى بالولايات المتحدة ميلانيا ترامب إنه بدها تشوف إدارة أمريكية بتحكم بقلبها، وسط جدل بالبلد حول فصل الأطفال الصغار عن أبائهم المهاجرين خلال دخولهم للأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني. وبموجب سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد تجاه الهجرة، السلطات الأمريكية تنقل اللي بيدخلوا البلد بشكل غير قانوني للسجون بانتظار المحاكمة، وبياخذوا الأطفال الصغار لأماكن استقبال أخرى. وقالت المتحدثة باسم السيدة الأولى ستيفاني غريشم إنه ميلانيا كرهت تشوف الأطفال عم يبتعدوا عن أبائهم، وبتتأمل إنه يحصل توافق حول إصلاح سياسات الهجرة بشكل ناجح. وأعلنت إنه ميلانيا بتؤمن بالحاجة لدولة تتبع القانون، ولكن بتأكد أنه كمان ضرورة الحكم بالقلب. سياسة الرئيس الأمريكي أثارت غضب الشعب، ومستشاره بيقول أنه الكونغرس كان واضح لما أطلق هالقانون، فإذا عندكم أي احتياجات أو اعتراضات لازم تشتغلوا أو تسعوا لتغيير هالقانون.
كشف وزير الداخلية البريطاني ساجد جابد أنه لصوص على دراجة نارية خطفوا التليفون المحمول تبعه قبل عدة أشهر، وهو هلأ عم يسعى لإدخال تغييرات على قواعد الشرطة للمساعدة بمواجهة المشكلة المتصاعدة. يعتبر قيام أشخاص بيركبوا دراجات نارية بخطف الهواتف والحقائب من المشاة إحدى جرائم العنف بلندن يلي لقت اهتمام كبير. وقال جاود أنه هيدا الحادث وقع خارج محطة يوستن بلندن أثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي، وذلك قبل تولي منصبه كمسؤول عن الأمن الداخلي. ووضح الوزير البريطاني أنه كان واقف برات المحطة وظهر تليفونه يعمل اتصال يطلب تاكسي، وبدون ما حس اختفى التليفون من ايده وانطلقوا على الموتور بايك وهربوا. غريب، يعني بتفكري بمدينه هالقد متطوره تصوري يعني one of the top ما تصير هالنوع من الجرائم. كويس، مش معقول. بتعرفي لانه هالقد سهله وهالقد نحن ما بناخذ بعين الاعتبار قد ايه ممكن في خطر نكون عم نتمشى بالشوارع او حتى لما بنكون بالسياره والشباك مفتوح، وحذرونا من هالحاله من مؤخرا بلبنان. وهيدي كمان مشكله كبيره بنواجهها بلبنان، اولا عدد المتيات الهائل. اصعب المشاكل يقدروا يلاقوا شخص، هاي الصعوبة. على كل ننتبهوا يا سيدات على الجزادين ومداخل الجزادين. أنا امبارح بالليل كمان ضيعت كلتش لإلي، قضيت شي ساعة ساعة ونص. ضيعتي من ضيعته من ورق إهمالي، أنا طلع واقع بالسيارة تحت المقعد وشغلت الدنيا كلها تلاقيني. على كل خلينا نشوف صورة اليوم إذا ممكن تننتقل هيك خارج الاستوديو، نشعر وكأنه نحن من قديشة شرق. قديشة الجميلة، حلوة كثير هاللقطة. اليوم طقسنا غائم جزئيا، الحرارة ب 28 تقريبا. بنذكركم مشاهدينا ما تنسوا تشتروا بطاقاتكم للمهرجانات الصيفية المنتظرة اللي بيتوجهوا لها السواح من عدة دول عربية حتى يحضروا أبرز الفنانين من لبنان والعالم كمان. من أبرزهم أكيد مهرجانات بيت مسك اللي راح تنطلق قريبا مع عدد من 28 الشهر مع عدد من أبرز النجوم المحليين والعالميين، أبرزهم أكيد جيما نوكيان العازف البارع، وإلى جانبه كمان صاحب أبو. أغنية ثلاث دقات أبو، مش عم نزهق منها هالأغنية، غريب أبداً. عادة بتنطلق الأغنية بتعمل هيت كبير موسم واحد وبتختفي. بعد نزهق امبارح 22 8 أو 2 22 الشهر بينطلقوا مهرجانات بيت مسك. وعلى كل أغنية ثلاث دقات رائعة، منهني أبو عليا كمان مرة، ناطرين أعمال جديدة منه. وقفة قصيرة مشاهدينا، في بريك أو ما في بريك؟ مباشرة لعند فادي بي تكنولوجي.